شيء أغلى من ثروتنا البشرية. هم حاضرنا، هم مستقبلنا، هم الأساس الذي بني عليه هذا الوطن. لن نتوانى في توفير العلاج اللازم لمرضانا، سواء عبر مؤسساتنا الصحية أو إيفادهم في أي بقعة من العالم. هو ما أكده الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال زيارة سموه للمرضى الإماراتيين في أحد مستشفيات سيئول، وذلك في مستهل زيارة سموه لكوريا الجنوبية. الحمد لله شافت الحمد لله. كان فيها مرض قلبي. تعلمت اللغة؟ شوي. فرحة عارمة هنا بين أرجاء مستشفى سانت ميري سجلت لقاء الأب مع أبنائه. استمع سموه من الأطباء إلى شرح عن بعض الحالات الصحية، فيما أعرب المواطنون عما تركته هذه الزيارة من طيب الأثر في نفوسهم. سلامتك تفضل يا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طال عمرك. احنا موجودين في كوريا. فضل الله، فضل الامارات، فضل الخليفه ومحمد الله يطول باعمارهم. مقصرين طويل العمر. ان شاء الله بالسلامه. امين ان شاء الله. الله يجزاك عمر العافيه ان شاء الله والسداد. كيف حالك؟ في مقر إقامة سموه بالعاصمة الكورية التقى سمو ولي عهد أبو ظبي عددا من مهندسي وطلاب دولة الإمارات المبتعثين للدراسات العليا وطلبة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. سموه أكد في حديثه للطلبة أن كوريا التي تدرسون فيها الآن ما كانت تصل إلى ما وصلت إليه لولا العناية بالثروة البشرية وتأهيلها علميا ومهنيا، مشيرا سموه أن الإمارات عندما وضعت خططها الاستراتيجية في كافة المجالات كان الإنسان الإماراتي هو المحور الأول والرئيس لهذه الخطط، فيما أعرب الكل عن سعادته بهذا اللقاء. سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قال في ختام لقائه مع الطلبة: نحن فخورون بكم وبتواجدكم هنا لنقل الخبرات العريقة في الصناعات المتقدمة. يذكر أن كوريا الجنوبية واحدة من كبرى الاقتصادات الآسيوية وربما في العالم، زيارة يعتبرها المراقبون لقاء القوى والأقطاب الاقتصادية الفاعلة في آسيا. أنتوا استثمار الحقيقي الحقيقة، يعني مثل ما كنت دائما أقول حق الأخوان، أقول هاي سنة الحياة، جيل يسلم الراية الجيل. أنتوا الجيل اللي مستلم الراية وبيستلم الراية وبيمشي بها. الرهان الاستثمار فيكم، الله يحفظكم إن شاء الله، يحفظ بلادنا ويردكم إن شاء الله سالمين غانمين إن شاء الله. ردوا السلام على أهلكم. في ظل مساعيها الرامية إلى تعزيز مكانتها في الطاقة والاقتصاد العالمي، تسعى الإمارات للاستفادة من النموذج الذي أصبح يزاحم كبرى اقتصادات العالم. مكاسب استثمارية اقتصادية تجارية وسياسية ستسفر عن هذه الزيارة. أحمد اليماح، علوم الدار، من عاصمة كوريا الجنوبية سيول. هذا وقام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة إلى متحف كوريا الوطني. نعم، والذي يضم الآلاف من القطع الأثرية والتحف الفنية التي تعكس تاريخ وحضارة كوريا. إلى جانب سلسلة اللقاءات السياسية المكثفة، كان لابد للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
من مساحة ثقافية زار خلالها متحف كوريا الوطني الذي يضم الآلاف من القطع الأثرية والتحف الفنية التي تعكس تاريخ وحضارة كوريا، والذي يعتبر المؤسسة الثقافية التي تمثل كوريا، وقد صمم الجانب الأيسر بحيث يرمز إلى الماضي، فيما يمثل الجانب الأيمن المستقبل. كما يقوم المتحف بدراسات وأبحاث وينظم العديد من المعارض والبرامج التعليمية. واستمع سموه يرافقه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، استمع من مديرة المتحف إلى شرح حول مكونات المتحف وأجنحته وما يحتويه من معروضات ومقتنيات تكتسب أهمية تاريخية وأثرية للكوريين. وشملت زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عددا من الأجنحة السفلية التي تضم قطعا أثرية على شكل نواقيس حجرية قديمة ذات أحجام كبيرة تستخدم في القرى والمدن الكورية قديما، إضافة إلى مشغولات ذهبية وأخرى من المعادن النفيسة ومشكلة بصورة نماذج تراثية وعقائدية. كما اطلع سموه على نموذج للبيت الكوري القديم والذي تستخدم فيه مختلف أخشاب الغابات والأشجار الكورية، إضافة إلى بعض مكونات البيئة المحلية، والذي ما زال محافظا على نمطه القديم والتراثي في عدد من المدن الكورية. بعدها اطلع سموه في الطابق الأول على معروضات فترة العصور القديمة، حيث يحتوي على أكثر من 4500 قطعة فنية يدوية تم العثور عليها في مواقع مختلفة من أنحاء كوريا، ومنها المسلات الكورية القديمة. كما توقف سموه عند عدد من اللوحات الفنية وقطع السجاد الأثرية والتي تحمل صور وأشكال عدد من الشخصيات وتحكي ما لعبوه من أدوار في تاريخ كوريا القديم.